السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم، ودائما معكم إن شاء الله. ونبقى مع الكورونا فيروس طبعا، لأن هذه المرحلة كذلك فيها تأطير، وإن شاء الله سنبقى معكم كما وعدناكم. اليوم نتكلم عن الأمراض المزمنة والمناعة والكورونا فيروس طبعا. لماذا؟ لأن يبقى العامل الأساسي هو المناعة في كل هذه الأشياء. فأولا، الذين لديهم مناعة قوية لا يصابون بقوة، هذا الكورونا فيروس لا ينال منهم، لا يصابون بحدة، ربما لا تظهر عليهم أعراض. أشخاص لديهم مناعة منخفضة، كلما كانت منخفضة كلما هذا الفيروس يعني يصيبهم بقوة وبحدة، وربما يصلون إلى حالة حرجة أو تكون وفاية، لأن جل الذين توفوا كانت لديهم أمراض مزمنة. ولكن لا يفهم بأن المصابين بالأمراض المزمنة هم الذين يؤثر عليهم الفيروس، هذا ليس صحيح. يجب أن نفهم بأن المناعة هي المهمة. لماذا؟ الأمراض المزمنة طبعا تخفض المناعة، لما تنخفض المناعة فهذا الفيروس ينشط أكثر ويكون يعني يصيب الشخص بقوة، هكذا يفهم الأمر. لأن هناك أشخاص مصابين بالسكري وتعالجوا بدون مشكل، هناك مسنون فوق 70 سنة وتعالجوا، هناك أشخاص يعني مصابين بالسرطان وتعالجوا، وهناك أشخاص لديهم أمراض القلب والشرايين كذلك وتعالجوا. بمعنى أن عامل المناعة هو المهم، ليس لأن الشخص مصاب بالسكري سيقضي عليه الكورونا فيروس، ليس صحيح. إذا كانت مناعة منخفضة نعم، وجل المصابين بالسكري تكون لديهم مناعة منخفضة، والذين لديهم ربو وحساسية، والذين لديهم أمراض القلب والشرايين، والذين لديهم أمراض يعني مناعية ذاتية، والذين لديهم بعض الأمراض التي تتعلق كذلك بالجهاز التنفسي بالرئة وكذلك يعني الكلية. فكل الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة يتناولون أدوية يعني طول الوقت، يعيشون بالأدوية. فالحساسية وبالربو يتناولون كورتيكويدات ويعني مضادات الهيستامين وأشياء هكذا، لابد يعيشون بهذه الأشياء. ثم الذين يعني لديهم أمراض على مستوى الكبد مثل التهاب الكبد بيوسي وأخذوا الأنتيرفيرون، أو المصابين بالتصلب اللويحي كذلك وأخذوا الأنتيرفيرون. عموما الأشخاص الذين أخذوا الأنتيرفيرون طبعا تكون مناعتهم منخفضة. الأشخاص المصابين بالسرطان وخضعوا للعلاج الكيماوي أو بالأشعة أو الهرموني تكون مناعتهم منخفضة، لكن المصابين بالسرطان الذين خضعوا للعلاج الكيماوي بالأشعة تكون مناعتهم منخفضة يعني مؤقتا وليس دائما. يعني المناعة قد تتحسن لديهم لما يعني ينتهوا من البروتوكول، لما يعني ينتهوا يكملوا العلاج بالكيماوي فبعده تتحسن حالتهم ومناعتهم تصبح جيدة، لكن أثناء البروتوكول أثناء العلاج تكون مناعة منخفضة. فيعني المعروف في الميدان الطبي أن الأنتيبيوتيرابي يعني العلاج بالعقاقير يخفض المناعة، وأن العلاج بالكورتيكوتيرابي هذه الكورتيكويدات ويخفض المناعة، وأن الأنترفيرون يخفض المناعة، وأن العلاج الكيماوي والهرموني والأشعة يخفض المناعة، هذه عوامل تخفض المناعة. فقط الأشخاص الذين لديهم هذه الأمراض المزمنة أن ينتبهوا، لأن هناك من لديه سكري ومناعته جيدة، هناك من لديه سكري ومناعته منخفضة. أين الفرق؟ الفرق في النظام الغذائي، الرياضة والراحة والحالة النفسية والنظام الغذائي. الرياضة والراحة والحالة النفسية والتغذية، النظام الغذائي دائما يبقى عامل الرياضة والنظام الغذائي يعني العوامل القوية بالنسبة للمناعة. ثم هناك أشياء ترفع المناعة، يعني مثل المكملات التي تكلمنا عنها، غذاء الملكات يرفع المناعة، يرفع عدد الكريات البيضاء، يعني البروبوليس ترفع عدد الصفائح وعدد الكريات البيضاء، كذلك الكريات الحمراء. هذه المكملات يعني قوية جدا، بروبوليس، رويال جيلي، أن يعني هذه المنتوجات يجب أن تكون مراقبة وب يعني تركيز معروف، وأن تشترى من يعني الصيدليات أو من محلات يعني موثوقة وعندها ريفرنس. حاولوا ما أمكن أن لا تشتروا أي شيء. خلطات مع العسل لم أتكلم عنها، بروبوليس، رويال جولي في جميع البلدان تباع على شكل كبسولات وتباع في الصيدليات أو شركات التي تبيع المكملات
وممكن يعني أن تشتروها يعني عبر الإنترنت. نحن لا نبيع لا ولا نشتري، لكن المنتوجات لا نتكلم عن ماركة ولا عن نوع، نتكلم عن المنتوج. هذا المنتوج إذا كان في السوق فممكن أن يقتنيه الناس. فهذه المناعة الذين هذه الأمراض المزمنة، فهذا الكورونا فيروس هناك من ينسى هذه الأمراض ثم يكون لديه خوف أو يعني فزع من الفيروس ويبقى هذا الخوف، فمناعته تنخفض. لماذا؟ لأنه يبقى يفكر في الفيروس، حالته النفسية تتدهور ثم مناعته تنخفض. فيجب أن هؤلاء الذين لديهم أمراض يعني مزمنة يعني ألا يتخوفوا من أي شيء، فقط أن يراقبوا النظام الغذائي وأن لا يخربوا المناعة أكثر. لأن لا يعقل أن يكون شخص لديه مناعة منخفضة ويعيش بالأدوية ولا يكون نظامه الغذائي طبيعي. أتمنى أن يفهم الخطاب يعني ولغة بسيطة وليس فيها لي ولا دوار. يعني لا يعقل أن يكون شخص يتناول 5 و6 و7 أدوية، الذين لديهم سكري وارتفاع ضغط أمراض القلب والشرايين، وهناك من لديه أمراض مناعية ذاتية زائد السكري زائد أمراض القلب والشرايين زائد البروستاتا زائد أشياء، فهناك من يتناول أدوية كثيرة وقوية، أدوية قوية وليست يعني. فهؤلاء الذين يعيشون بالأدوية ثم يتناولون مواد غذائية ليست مغذية، مواد غذائية ليست مغذية، بمعنى أن ليس فيها مغذيات قوية ولا وفيها بعض يعني بعض المواد الكيماوية التي تضاف إليها التي تخرب مناعة مثل المضافات الغذائية. هذه الكيماويات التي تضاف للمواد الغذائية، ثم المواد المصبرة هي ليست مواد حية، هي مواد يعني ليس فيها شيء كثير. فهؤلاء الذين لديهم أمراض مزمنة والذين مناعتهم منخفضة، لا يمكن أن تكون مناعة المصاب بالسكري مرتفعة إلا إذا كان يقوم بالرياضة ونظامه الغذائي جيد، لا يمكن. أما أن يعني يكون نظامه الغذائي على شكل يعني سندويتشات وفاست فود وأشياء مقلية وأشياء، فلا يمكن هذا الشخص، لا يمكن. السكري لا يتسوى إلا لما تكون مناعة جيدة، لما تكون المناعة جيدة السكري يتسوى في الدم بسهولة. هناك من يأخذ الأنسولين الآن والسكري ليس مضبوط في الدم. فلا تنسوا التغذية والنظام الغذائي لأنه عامل أساسي، ثم العلاجات. نحن لا لست ضد علاجات، نحن لا نتدخل في العلاجات. أنك تأخذ دواء فلا تخرب مناعتك بعوامل أخرى، فأنت تأخذ دواء، على الأقل نظام الغذائي أن يكون قوي، طبخ المنزل بزيت الزيتون، أشياء يعني طبيعية، وأن لا تأكل إلا الأشياء التي تهيأ في المنزل. فهناك الآن من يعني يقول بأنه نظامه جيد ويتغذى جيدا، ولكن لا ينتبه أنه يطبخ بزيت المائدة. إذا كنت تطبخ بالزيوت المكررة، هذه الزيوت الصناعية، ثم تقول أن نظامك طبيعي، فهو ليس طبيعي. يجب أن ينتبه الناس. أن كثير من النساء الآن يتقول بأنها تعيش جيد، هي لا تعيش جيد. إذا كانت تطبخ بزيت المائدة فهذا ليس نظام طبيعي، فهي تخرب كل شيء. الطبخ بزيت الزيتون فقط لأنها الزيت الوحيدة الغير مكررة، الريفاينين، لم تخضع للتصنيع. زيت الزيتون يعصر الزيتون ويستخرج الزيت. يجب أن يفهم الناس يعني الخطأ أن الأكل يكون جيد، يكون فيه كل شيء، نحن لا نمنع أي شيء على أهل، يكون فيه أسماك حتى اللحوم إذا كانت جيدة ومسروحة وتؤكل مرة في الأسبوع وتطهى جيد، اللحوم تطهى مع الخضار بزيت الزيتون ومعها توابل وتؤكل ويكون معها حركة وتؤكل مرة في الأسبوع، لحوم حمراء حيوانات، لحوم حمراء حيوانات مرتين، يعني يجب أن يفهم الخطاب يعني كما هو. فيعني هذه الأشياء يعني الأسماك والخضر والفواكه واللوز والجوز وزيت الزيتون والأشياء كلها، نحن لا نمنع أي شيء، البقوليات والحبوب لا نمنع أي شيء على حد، فقط نشترط أن يكون طبخ المنزل وأن يطبخ الشخص ما يأكل لكي يعلم ما يأكل فقط. لماذا؟ لأن في المستقبل الذين سيعيشون بسلام، وكلامي مسجل وسيبقى مسجل، الذين سيعيشون بسلام في المستقبل هم الذين يطبخون، وهم الذين يعني سيكون لديهم أشياء في منازلهم، الذين سيطبخون سيأكلون ما يطبخون، والذين لديهم دراية وعلم
بالخضر والفواكه والأشياء هم الذين سيعيشون لسبب. الذين يجهلون الخضر والفواكه والحبوب والبقوليات وكيف تطبخ وسيعيشون في يعني في أكل الشوارع وأكل الأزقة هم الذين سيعيشون في محنة. والأمراض تزداد، ليست الأمراض، أنواع الأمراض تزداد. الآن أكثر من 20 إلى 30 مرض غير مشخص، غير مشخص، أن الشخص يتألم والملف الطبي ليس فيه شيء، الصور كلها جيدة، التحاليل كلها جيدة، والشخص يعيش يعني يتألم. أمراض الآن لا زالت لم تشخص، غير معروف. ثم هناك أمراض طارئة تظهر ثم يعني تختفي، لما تروح للطبيب يقول لك ليس لديك أي شيء، لما يعني تقوم بتحليلة في المختبر جيدة سليمة، ومع ذلك الشخص يحس بأنه مريض. وهذه ستظهر يعني في ال5 سنوات المقبلة، ستشخص أمراض جديدة، لأن يعني حتى التوحد يعني التوحد ما شخصوه يعني حتى يعني مرت 20 و30 سنة، التوحد لم يكن معروف، ولكن كذلك بعض الأمراض الآن غير معروف. فبالنسبة للكورونا فيروس لا تنسوا بأن عامل المناعة هو المهم، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة أن ينتبهوا للمناعة، وأن يكون على الأقل نظامهم طبيعي، وأن يقوموا بالأشياء التي تكلمنا عنها. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.